وعلى فكرة هي أولى الأنتيبكتيريال التي استخدمناها، أول أنتيبكتيريال استخدمناها يعني منذ زمن بعيد جدا، حتى قبل البنسلينات وقبل إلكسندر فليمينغ. تعالوا نشوف البنسلين. البنسلين يا شباب أول من اكتشفه العالم الاسكتلندي إلكسندر فليمينغ عام 1928 بالصدفة طبعا. هو نفسه قال لما استلم جائزة نوبل عام 1945 قال I did not invent penicillin، أنا ما عملش البنسلين، الطبيعة من قامت بذلك. إيش اللي حصل؟ هو أخذ إجازة تقريبا من المعمل، هو عالم مايكروبيولوجيست كان بيزرع بكتيريا وبيدرس على البكتيريا، وأخذ إجازة تقريبا 14 يوم، أخذ أطباق كانت نساها مفتوحة، فنما فترة عفن الخبز ثم يعني غزا أطباق البكتيريا، فأصبحت لدينا أطباق البكتيريا. طبعا هو جاء طبق كان مزرع فيه بكتيريا، فالفطر غزا طبق وأصبح في مسافة طويلة ما بين الفطر. طبعا كان ممكن يلفلف وقال يالله يا أخي علم الله إيش حصل يعني، لا فكر وقال أكيد في حصل شيء. فمن خلال عدة تجارب وصل إنه في حاجة داخل فطر عفن الخبز قتلت البكتيريا، أو أن فطر عفن الخبز تغذى على البكتيريا. فأظل في دراسات حتى عرف ما هو هذا الشيء، وصل إلى اسمه وقال أنه في حاجة اسمها بنسلين داخل فطر عفن الخبز تقتل البكتيريا، وقال ممكن أن احنا إذا نجحنا في عزل هذا المركب نستطيع استخدامه في معالجة بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، لكن كفطر ما تستطيعش تجيبه للإنسان لأنه فطر سام قاد. اثنين من طلابه إرنست أند فلوري عام 1938 استطاعوا فصل البنسلين عن فطر عفن الخبز، يعني تصنيعه واستخدامه لأول مرة عام 1942 على جرح الحرب العالمية الثانية. طبعا كان الوقت هذا الجرحى ننتظر إذا تعفنت جروحهم وكذا خلاص بيموت، طبعا بيوصل سبتسيميا وتعفن الدم وعلى طول يموت. وكان في مرض ثاني آخر اسمه الجينوريا اللي هو سكشوال ترانسميتد ديزيز، وكان قاتل هذا المرض برضو كمان، كانت الناس بتموت من هذا الشيء. سيف اند افكتيف، فعال لفتره طويله ظلت تمام، وحتى يومنا هذا ما زال هناك ايش من البنسلين مضادات حيويه فعاله جدا. ليش قلنا طبعا عام 1935 صنع كيميائيا السلفونامايدز وكنا نقتل فيه بكتيريا، كان يعتبر انتيبكتيريال، فليش قلنا صنعت المضادات الحيوية لأول مرة عام 1942 ولم نقل عام 1935 مع أنه صنعنا مضادات حيوية عام 1935؟ سلفون أمايدز، سلفون أمايدز، وعلى فكرة هي أولى الانتيبكتيريال التي استخدمناها، أول انتيبكتيريال استخدمناها يعني منذ زمن بعيد جدا، حتى قبل البنسلينات وقبل إلكسندر فليمينغ وقبل كل حاجة. مش صح احنا قلنا لكم انه اول مضاد حيوي اللي هو اول انتيبايوتيك استخدم هو البنسلين عام 1942، هذا كلام احنا قلناه، لكن احنا لو رجعنا للتعريف احنا تكلمنا ان انتيبايوتيكس هو المضاد الحيوي الذي استخرجناه من كائن حي دقيق لنقتل فيه كائنات حية دقيقة اخرى، هذا كان تعريف الانتيبايوتيكس. لكن أنتيبكتيريال هي المصنعة كيميائيا، هذه المجموعة السلفونامايد صنعت كيميائيا ولم تستخرج من كائنات حية دقيقة، هذه أول معلومة تأخذها عليه، مصنعة كيميائيا. أول استخدام لها العام 1936، وانتم عارفين أن الأنتيبايوتكس اللي هو البنسلين استخدمت لأول مرة عام 1942 على جرح الحرب العالمية الثانية. 42 استخدمت المضادات الحيوية الأنتيبايوتكس، وإحنا كنا نفرق قديما ما بين حاجة اسمها أنتيبايوتك وحاجة اسمها أنتيبكتيريال. اتفقنا الأنتيبكتيريال قديما كان التي تصنع كيميائيا، الأنتيبايوتك التي نستخرجها من كائنات حية دقيقة، هذه أول معلومة. المعلومة رقم 2 هي مصنعة كيميائيا وصنعها عالم ألماني عام 1931 اكتشفها وحاول يصنعها من مركبات الآزو اللي هي الصبغات الكيميائية، لكن لأن هذه المجموعة من عام 1936 تستخدم الريسيستانت عندها عالي جدا، فبالتالي هذه المجموعات أنت مش هتحصل أنك تستخدم مضاد حيوي، هي أولا بكتيريوستاتيك، أولا بكتيريوستاتيك لأنها بتمنع تكوين الدي ان ايه وبالتالي تمنع الانقسام الخلايا، فبالتالي تعتبر بكتيريوستاتيك، إلا إذا جمعت دوائين مع بعض صار عندنا ايش بكتيريسايدل كما سنعرف الآن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.